طيب بالعودة للأهلي، إيه اللي محتاجه سواريش بعد ماتش النهاردة، بما إنه مقبل على كمان يومين ماتش الجونة في الدوري، وبعد كده يتلاحم المباريات ما بين دوري وما بين نهائي كاس وغيرها من البطولات؟ طبعا حته الاستشفاء مهمه جدا، وانا شايف ان النادي الاهلي عنده مركز الاستشفاء تحت المدرج ايوه. في الجزيره عالمي، فلا لابد ان اللعيبه يبقى هو عمليه الروتيشن لازم تبقى موجوده يا هاني، لان اللعيبه مجهده جدا جدا جدا، يبقى كل اللعيبه الموجودين في القائمه على قدم وساق، يكونوا مستعدين لأي لعيب ينزل لازم يؤدي بنفس كفاءة اللعيب اللي بيخرج، لأن الأهلي بيواجه كاس ومطلوب منه بطولة، ويواجه دوري ومطلوب منه البطولة، فلا بد إن اللعيبة كمان تساعد الإدارة إنها تنام كويس، تهتم بأكلها، تهتم براحتها، لأن الساقية اللي دايرة دي توقع أي فرقة. لكن النادي الاهلي لابد ان هو يعني الراجل، طبعا احنا مش هنقدر نحكم عليه من النهارده، ان الراجل مشكورا طبعا جايب ورقه وقلم وبيأيد بيدون. اه بيدون، هتلاقيه مش عارف اسامي اللعيبه كمان، خلي اه بالك اه يعني عشان يحفظ اسامي اللعيبه لازم هيقعد معاهم فتره ويشوف بقى ده بأداءه شكل ايه، وهيبقى ليه وجهه نظر مختلفه عن موسيماني وعن سامي قمصان. لكن انا بنتهز الفرصه دي، انا بشكر سامي قمصان انه ادى بدوره طبعا بامانه، طبعا حقيقي. واحسن حاجه في الفتره اللي مسكها سامي قمصان لوحده ان سامي قمصان كان كوتش وكان بيغير تغييراته، كانت مظبوطه، فاشتغل شغل. انا بقول انه احسن من موسيماني، وانا بشوف ان أحسن المباراه من موسيماني؟ ايوه احسن في رؤيته للتغييرات والاداء في الملعب من موسيماني في الفتره الصغيره اللي قعدها. أيوه مفهوم. وانا بقول ان احسن مباراه شفتها للنادي الاهلي، اولا النادي الاهلي بيضغط فيها، بيجيب الكره بسرعه، بيروح بيوصل لمرمى الخصم بسرعه، سموحة. وصل وضيع اجوال في ماتش سموحه كتيره جدا، كان ممكن يكسب سموحه هيب سكور. مجريات المباراه هي اللي غيرت، ان صح. سموحه جابت جول في اول 7 دقائق والثمان دقائق غيرت مجريات المباراه، خلت النادي الاهلي عاوز يكسب، عاوز يتعادل، عاوز يكسب، فتح خطوطه، فطبعا ومع الاجهاد اللي موجود، فطبعا مجريات المباراه هي اللي غيرت. لكن النادي الاهلي في مع هذه أخطاء المباراه دفاعية طبعا في الناحية التانية. كان ممكن يطلع يكسب سموحه هيب سكور، لكن احنا ما بنخش حق سموحه، حقيقي سموحه ادى مباراه استحق تحية كويسه كبيرة. جدا. وانا بحيي على حبيب بسيوني، حبيب بسيوني عامل شغل كويس جدا وقادر ان هو يلم لعيبته، ولعيبته عبد الحميد بسيوني ابن كفر الشيخ ابن بالمناسبة. كفر الشيخ وابني انا شخصيا، أي. لانه كان لعيب عندي، وانا بهنيه بهذا المكسب. أي. هتقفل ازاي على مروان حمدي؟ خلي بالك في عز فوقانه دلوقتي بأهداف مارادونية انا وبأداء جايب له عملاق. اربعه بره السكور شيت يمسكوا. لو سبت له مساحة فربنا يستر. انا بتمنى يا هاني ان ان شاء الله بس اعمل مباراه جيده، بإذن الاولاد يطلعوا واخدين ثقه، وانا بركز على ان اللعيب ينزل يعمل اللي عليه عشان حتى ما يطلعش زعلان نعم ان هو مظبوط. ما عملش اللي عليه واتغلب، ايوه او ما صح عملش اللي عليه ومش موفق. صح فاحنا طبعا بنواجه سموحه كلها خبراتها اعلى من لعبتنا، لكن انا عندي ثقه كبيره جدا في لعبتي ان شاء الله، التوفيق انهم بإذن الله. هيقدموا نقدم مباراة جيدة إن شاء الله. انت وحشنا ومبسوطين ان احنا هنشوفك في المباراة على مقاعد الإدارة الفنية يوم الثلاث، إن وان شاء شاء الله الله بإذن الله نستمتع إن شاء الله. بمباراة كويسة جدا. نورت لك كابتن محمد عامر، نجم الأهلي السابق والمدير الفني لفريق كفر الشيخ. ماتشات الأهلي اللي جاية